الكنز بالله عليك. الدكتوره بعد الهرم تحت الارض ويوم العرض عليه النبي طيب والنبي على النبي محمد شارك الفنان محمد رمضان فيديو من كواليس مسلسل المشوار نشره عبر حسابه على انستغرام، ونال محمد رمضان استقبال حافل من جمهوره وكتب من خلال الفيديو وسط أهل كرموز أثناء تصوير مسلسل المشوار. يذكر أن محمد رمضان يقوم حاليا بتشاهد مسلسل المشوار بمدينة الأسكندرية، أصور في الأسكندرية مشاهدي من المسلسل وذلك لمدة أسبوع على أن أعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال باقي المشاهد. وتابع المسلسل مختلف ويشهد مفاجآت وثقة في الله سيحقق نجاح كبير في رمضان المقبل.